الحمد لله، أما بعد، أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الله تكون بمعرفة ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حقه سبحانه. ويجب لله صفات الكمال التي تليق به كالعلم والقدرة والإرادة، ويستحيل عليه سبحانه الجهل والعجز والاحتياج وكل صفات الحدوث كصفات البشر. ويجوز في حقه سبحانه خلق المخلوقات وإعدامها. ومعرفة الرسول تكون بمعرفة ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. فيجب له الصدق والأمانة والشجاعة والذكاء وتبليغ الرسالة، ويستحيل عليه الكذب والغش والغباوة والجبن والكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل أن يصبح نبيا وبعد أن صار نبيا. ويجوز في حقه الأكل والشرب والنوم والزواج ونحو ذلك، وكذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.